الخبر الاول اللي عدى عن استو تهجمها من جديد على نور ستار. بالنسبه للاشخاص ما يعرفون شو اللي صاير في استو نور ستار، اكو مشكله صارت بيناتهم. فلما نور ستار القصه بدت من عدها، نزل شويه ستوريات انت تشاهد بها انمي، وبعدين صارت تبكي لان مات البطل بالانمي. وتوقع كنا نعرف انه استو هي اكثر واحدة مهتمه بالانمي بالعالم العربي تقريبا. فنزلت هذا اللي صار شاكت بيبي، حبيت اقول لن تكوني استو، واستو لن تكوني باحلامك الحلوه فقط. بالنسبه للاشخاص اللي يسالون شنو صار وراها، استو امبارح فتحت بث مباشر وصارت تقول بي عن خططها للمستقبل، انه بتجيب شيء معين، تشتري شيء معين يخص الانمي. وصدمه اللي صارت يا حبايب لما دخلت اختها الاستو، واختها الاستو ما كانت تعرف انه استو فاتحه بث مباشر. للاسف صارت تقول لي لا تقولي شنو هذه الخطط مالتك عم ود نور ستار متبوقها من عندك. صراحه لقطه كانت كلش صدمه، راح اعطيكم اللقطه شوفوها واسمعوا ركزوا زين. طلبت كوسبلاي واحدة من شخصيات كاكي جروي إلي والمريم. أذية. وطلبت كوسبلاي بال رايدن. طلبت كوسبلاي. وش تقول أنا طلبت كوسبلاي؟ I want more stars. What have this? الله يطيب حالك. يا ما حشو زي ما يشوفين كامل حتى من هذا الاستجمام. صنونو متى؟ متى ما فاين صنع؟ وش صنعت ما نعفن الليفي؟ من فين؟ ليش سفود؟ ما لونا السكوباسي قدر ما لستي. بس من نور سار يا حبايب، وش الغريب اللي قاعد تسويه؟ واللي هي انه فتحت بث مباشر كان وياها شخص بهذا البث المباشر، ولكن الى الان ما حد يعرف من هذا الشخص اللي كان وياها، ولكن في الاغلب انه هو حبيبها. في الاغلب المتابعين صار يسالوها من الشخص اللي يمك، صار تقول انه شخص مهم بحياتي، وصار تقول انه شخص حلو وما ادري شنو. وشفت كلام واضح انه قاعدين يتغزلون لبعض، وحتى الشخص اللي يمها كان تقولون انه قرب عيد ميلاده، فسالته انه شنو حاب تجيب لك هديه، صار يقول انه انت احلى هديه بالنسبه لي، وصار تحكي انه راح نتزوج قريبا. شوفوا الكلام كله كامل. والله الحلو اللي جنبي احس، بس انتبهي شو الحلو اللي جنبي، يعني لا تتوتري عادي ما في مثله يجنن. بس اقولكم يعني يا شخص مهم بحياتي. يا اخي I love you. I love you too. Me too. You love me. شخصيات كيف مكياجهم وشكلهم حلو. مكياج شو انتي؟ ولبسهم بارحة بيجيب لي صور بنات يلبسوا نفس الانمي. قولي شوفي شوفي لما نتزوج يلبسي كده. صراحة الموضوع كلش غريب، ما ادري اذا هو حبيبها شنو صار ويا التان، هل استبدلت بيه؟ اكتب لنا بالكومنتات هل تشوفون قاعد تسوي نور ستار صح او غلط. ننتقل حاليا للقمر الطائي، وشنو حقيقة رجوع هالفريق نور مار؟ في النور نزل شوية ستوريات كان يعلم من خلالها انه راح ينزل لنا مقطع يوم الثلاثاء، راح يشوف بيه حقائق هواية وراح يكون مفاجأة خرافية، راح احطكم الستوريات شوفوها. في فيديو جديد راح يكون مفاجأة، خليكم جاهزين، ما راح تعرفوا شو المفاجأة، ما راح تتوقعوا أبدا، خليكم جاهزين يوم الثلاثاء الساعة 4 قناة الأساسية. بس والله حبابنا وصلت المقطع، أتمنى المقطع عجبكم، نسوا تفجروا هذا المقطع باللايكات، وبس جايكم فايزين مقطع من القصص، أحبكم ومع السلامة.